اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين، خلوني ارحب بضيوفي في هذه الفقره. احمد ثابت، ازيك يا ابو حميد؟ الحمد لله كله تمام. الحمد لله، الحمد لله. ايضا كريم سعيد، الله يسلمك. ازيك يا كيم؟ ازيك يا تسلم، اخباركم ايه؟ كله كويس، البقاء قدام لله. خلينا نبدا معاك يا احمد، ورايك ان النادي الاهلي يقدر يصعد ان شاء الله من او يصل او ناخد البطوله ال 11 ان شاء الله باذن الله؟ الاهلي يقدر من هناك يعني، اقصد من هناك. التاريخ كمان بيقول كده تاريخيا طبعا، تاريخيا وان شاء الله يعني زي ما تعودنا. ده النادي الاهلي، النادي الاهلي ما بيعرفش المستحيل، لا يعرف المستحيل. 5 نهائيات النادي الاهلي، 5 بطولات من ال10 اللي خدناهم في دوري ابطال افريقيا، ان مباراه الاياب كانت او المباراه النهائيه كانت خارج مصر. يعني أوكي. سنه 82 قدام اشانتي كوتوكو، مباراه الذهاب كانت 3-0 في القاهره، مباراه العوده 1-1 بره ملعبنا. 2006 قدام الصفاقسي التونسي تعادلنا 1-1 في القاهره، ورحنا كسبنا بجون ابو تريكه الشهير 1-0 في مباراه الاياب. بس اعتقد دي كانت اصعبهم يعني. دي اصعبهم، وان شاء الله البطوله دي هتبقى كمان هتنافس بطوله ابو تريكه باذن الله، يعني اللي هي 2006. يعني بطوله 2008 قدام القطن الكاميروني كانت مباراه الذهاب 2-0 و2-2 العوده بجروه، وحصلنا على اللقب. بطوله 2012 قدام الترجي دي برده كانت بطوله صعبه قوي، 1-1 هنا في برج العرب، 1-1 في برج العرب. وتروح هناك النادي الاهلي كمان عمل احلى ماتشاته كانت حسام بدري. كان حسام، كابتن حسام غالي وكابتن وليد سليمان. ده الجون بتاع كابتن خطيب في ماتش كوتوكو. بص الملعب كان عامل ازاي. فده كمان كان ماتش 2012. و2021 طبعا النهائي الشهير بتاع كايزر تشيفز مع بيتسو موسيماني، لما كان الماتش ماتش واحد بس وكسبنا 3-0. فالنهائيات بصفه عامه، الخمس نهائيات لما تاخد 10 بطولات منهم 5 بره ملعبك، دي حاجه التاريخ بتاع النادي الاهلي يطمنك، الشخصيه بتاعت النادي الاهلي تطمنك. حاجه كمان رقميا كمان، الوداد المغربي خسر 4 ماتشات في دوري ابطال افريقيا في السنوات الاخيره كلها، ال4 ماتشات منهم ماتشين من النادي الاهلي. الرقم كان مثلا، كان هم من سنه 94 كانوا خسروا من فريق جابوني سنه 94. ده طبعا الجون بتاع 2006، جون ابو تريكا اللي كنا بنتكلم عليه، المتعب لفلافيو لابو تريكا. هنا برضو في الماتش ده لازم ناخد منه درس، ان تقسيم المباراه من مانويل جوزيه في المباراه دي، لازم نعمل كده في المباراه دي ان شاء الله، ان احنا ازاي نقسم المباراه دي مهم جدا. مانويل جوزيه نزلت في الماتش ده غيرت كل حاجه. كابتن اسلام كان واحد من الناس اللي هي نزلت. وطبعا تقسيم المباراه يعني كمان، ان انت اكوتي منسى بيخرج وبينزل متعب فده في نهايه الشوط الاول، فحاجه يعني اللي هو كان تقسيم المباراه ممتاز. تقسيم المباراه كان رائع، من مانويل جوزيه. والمباريات دي محتاجه تقسيم صح. الحاجه اللي بعد كده عايز اقول لحضرتك، ان فريق الوداد المغربي كان من 94 ما خسرش على ملعبه، جه سنه 2006 2016 خسر من النادي الاهلي. بس ده ما كانش في ملعب محمد الخامس، فالنادي الاهلي برضو قدر يعني ايه يحطم الرقم بتاع الوداد. بعد كده قعدوا من 2016 ما يخسروش على محمد الخامس لغايه سنه 2020. ايوه كسبنا رايح جاي، كسبناهم رايح جاي 20 اللي هي مع بيتسو موسيماني، اللي هي كانت 2020 بتاعه القضيه ممكن، بتاعه القضيه ممكن. فكسبنا الوداد 2020. فكل الارقام دي بتقول ان شاء الله النادي الاهلي يقدر. عايز اقول لحضرتك كمان، ان الجمهور ما بيلعبش، يعني الجمهور والتواجد الجمهوري. الجمهور بيشجع، يعني تواجد الوينرز او كده. الجمهور مش بيلعب، اللعيبه والتكتيك بتاع المدرب وتقسيم المباراه هو ده الفيصل النهائي. واحنا كلنا ثقه في اللعيبه والجهاز الفني، ان شاء الله ان هم يكونوا على قد المسؤوليه ويفرحونا باذن الله. كريم جوني زعل اللي دخل فينا، ولكن لا يصيبنا بالاحباط. طبعا، يعني النقطه اللي انا شايفها غريبه شويه، ان حته ان احنا من ساعه من الماتش ما انتهى سايبين امور كتيره وبنتكلم على هدف الوداد بس، مع ان ده ماتش من احلى الماتشات اللي عملها النادي الاهلي. الشوط الاول واول اول 20 دقيقه من الشوط الثاني، يعني 5 دقائق بالظبط. لا، وخمس دقائق بعد الجون احنا مضيعين 3 فرص. ايوه صح، بعد الهدف الثاني صح. يعني الوداد من كتر ما هم مش مصدقين النادي الاهلي بيعمله، بعد الهدف الثاني عملوا 3 ميس باس قدام منطقه جزائهم صح، لوحدهم يعني، من غير ضغط من غير اي شيء. لا، الاهلي عمل مباراه غايه في الامتياز. ربما يعني زي ما كان سامي دلوقتي بيتكلم عن نقطه مهمه، نقطه تقسيم المباراه، ربما كان يعني ينقصنا بعض النقاط الخاصه بالحته. ولكن الغريب يا كابتن اسلام، طبعا احنا اكيد سيناريو الماتش يديك الاحساس ان انت عندك قدره انك تقضي على تنافسيه على اللقب هنا خلاص،
ماتش العوده هيبقى مجرد مع كامل احترام طبعا نادي الوداد، والله يعني نادي محترم ونادي كبير ونادي عنده جماهير كبيره جدا وعنده لعيبه خبره بصراحه برضو يعني، لكن بصراحه فنيا كان في فجوه، فنيا في فجوه في السرعات، في السرعات، في فجوه في التاكتكس، في فجوه في الهجمات، في فجوه في حاجات كتير قوي بصراحه. لكن خليني اقول لك انه الجمهور بيقول ايه بقى في النقطه دي تحديدا. أيوه. صح كلامك. صد. صح وكلنا شايفينه. صد. ولكن في النهايه النتيجه كام؟ 2-1 بالظبط. بس يعني في الاخر وهناك لو جاب فيه جون والماتش خلص 1-0 كسب البطوله. صحيح صحيح. اللي انت بتقول اقل واعمى. صحيح. لا خلاف على هذا، واحنا بنحترم نادي الوداد حتى لو هو مش في كامل حالاته. وبصراحه فاندن بروك المدير الفني البلجيكي مدرب محترم للغايه. انا في وجهه نظري فريق الوداد لو كان كمل بنفس التاكت بنفس سياسات جاريدو وكان جاريدو كمل معاهم لماتش سان داونز كنت اشك تماما ان هم يقدروا، لان فعلا فاندن بروك التكتيك اللي حطه لسان داونز هو عامله معانا يعني ماتش العوده. هو كوبي وبيست، هو راجل عارف قدرات فرقته وعارف ان هم ما يقدروش ينافسوا النادي الاهلي في السرعات وما يقدرش يجاري، فضل يلعب على فرصه واحده وبدا النهارده. خلي بالك برده في المؤتمر الصحفي مكمل الماتش بدا يدي كولر بعض المسجات وبعض الكلام عشان يبدا يحول المباراه لمباراه تنافسيه خارج الملعب، عايز يدخلنا في الجيم النفسي بتاع كل سنه. انا بشوف لا احنا برده نقطه مهمه لازم، والجمهور طالما ان في سوشيال ميديا فالجمهور هو عنصر مهم فيها وعامل مشترك، وهي ان انت ما تحاولش ان انت تزيد في تصدير الاحباط. لا 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 اوكي طبعا نبقى اليرتد نبقى مركزين وكل حاجه ومفيش مشكله، لكن لا لنغمه الاحباط دي، ده خطر جدا، خصوصا ان احنا في الاركايف اللي قاله سابق من شويه عندنا مواقف اصعب من دي. انا مع كامل احترام انا ما زلت لغايه النهارده فاكر بعد نهايه اول ما حكم صفر ماتش الذهاب قدام الصفاقسي 1-1 بتاع لما بلاسي جاب فينا جون التعادل، والله يا كابتن اسلام الاستاد الناس خارجه بتعيط، لان ساعتها كنت الجيل بتاعكم كان ادى ايحاء الاهلي هيخسر البطوله، الاهلي قبل البطوله بتاعت رادس البطوله الوحيده اللي جيلكم خسرها هو كاس العالم انديه في اليابان 2005، بس دي البطوله الوحيده اللي خسرها. سوبر مصري كسب، سوبر افريقي تكسب، دوري ابطال افريقيا كسبان، دوري مصري كاس مصري كسبان، كل حاجه بتكسبها، فالناس ما صدقتش ان في بطوله انت هتخسرها. ولكن رغم ده جوزيه انا فاكر وحضرتك طبعا اكيد كنت حاضر الموقف ان جوزيه دخل اوضه لبس نادي الصفاقسي. قلت جوزيه وانا وعماد نحاس تقريبا او شادي ووائل وتريكا، احنا يعني كان عندنا القدره ان احنا نقعد نزعق في اللعيبه، نزعق بينا وبين بعض في بعض يعني. أي. احنا بينا وبين بعض كلعيبه ان احنا نقعد كلنا ما حصلش حاجه وهنكسب هناك، هو في ايه؟ انا مع مجموعه وبركات مجموعه وتريكا مجموعه وجمعه او شادي مش فاكر مين فيهم مجموعه وعماء، يعني كل واحد خد شويه كده، بس برضه كان عندنا القدره في الوقت ده ان احنا نزعق كده. وكان في موقف حدث ان جوزيه بعد نهايه المباراه احنا سمعناه بقى والصوت والاحتفالات فاكرينه بيتخانق. ايوه بالظبط، هو تعمد، هو تعمد طبعا، هو تعمد. حتى انا فاكر لغايه النهارده انا كنت في ماتش تونس، انا سافرت اغطي المباراه ليلا كوره، انا فاكر الفريق سافر يوم الاربعاء وجوزيه بمناسبه يلا كوره كمل بس وجوزيه يوم الاربعاء واحنا وصلنا تونس الصبح خد قرار ان في تمرين بالليل في الملعب الفرعي للمنزه، وخد الفرقه ولسه في يوم السفر وراح مره، فمين اللي جاله؟ الصحفيين التوانسه جم عشان يسالوه سؤال واحد، انت ايه علاقتك بنادي الصفاقسي وهم بيحتفلوا في اوضتهم؟ انت رايح لهم ليه؟ وهو اتعمد وكان ذكي جدا ان هو يحول الماتش النفسي مني عليك، وقعد يقول لهم انا فاكر الاجابه بتاعته، احنا هنحتفل بالكاس قدامكم وافتكروا كلمتي وهنحتفل في ملعبكم، وبدا يزيد ويعلي الريتم جدا يعني. بكل امانه احنا طبعا مسافرين وطبعا في امل بس مش فاهمين هو بيعمل ايه. برضو كان واحد لسه صغير في الميديا ولسه ما تودكش قوي، بس جوزيه كان سبحان الله كان عنده كابتن اسلام كان له دور كبير جدا لما خدت الجرابز 4-2. لا احنا كمان في يعني في دي البطوله دي بالنسبه لنا كمان مش عارف كانت فرحه مختلفه يعني. انت في الطبيعي خلي بالك ما تلاقينيش انا مثلا واحد من الناس ما بتنططش كده كتير واعمل كتير وبتاع يعني ممكن تلاقي، لكن احنا البطوله دي بالنسبه لنا تحس ان احنا انفجرنا في الفرحه. صحيح. ومحمد صحيح تشوف محمد صديق بعد هدف هدف تريكا، محمد صديق رايح يدي مسج بتوع الصفاقسي فكان واضح الفكره في ايه. احنا عايزين نبقى واضحين جدا، وطبعا الامور دي يا كابتن اسلام في الرياضه موجوده، ان انت ساعات ممكن تكسب بالنفسي صح ما تكسبش بالكوره. وانا احساسي لا الماتش ده نفسي ان فاندن بروك
فاندنبروك عارف ان هو في خلال اسبوع وعايز يروح لكده، ما عندوش، هو هيعمل ايه يا كابتن اسلام؟ خلينا نبقى منطقيين واقعيين، خلال اسبوع ايه هو يقدر يعمل ايه فنيا عشان يقلل الفجوه؟ مش هيقدر. لكن هو عايز يعمل ايه بقى؟ عايز ياخدك لسكه بعيده عن الفنيات. عايز طبعا، انا متخيل ان هو المباراه الجايه دي اول ما بلاك سيما هيصفر هجوم هجوم هجوم، ويستغل الضغط الجماهيري، يا جماعه نجيب جون، لا قدر الله لا قدر الله لو وصل له مش هيخليك تلعب دقيقتين كره على بعض. اه صح وخلاص. اه ده في وجهه نظري التكتيك اللي هو هيروح لي. فانا اختصارا لكلمتي، انا بس عايز اقول لجمهورنا الاهلي والفتره الجايه خلال الثلاث ايام اللي جايين ان شاء الله، عايزين نبقى مركزين وكلها، بس خلاص ماتش الذهاب مسانده ودعم. اه ماتش الذهاب كالعاده يعني. اه في الرياضه النقطه مهمه، لازم الناس تفهم حاجه، اللي بيمارس رياضه طول ما انت عندك وقت انت ما تكئبنيش، انا ما فيش حاجه اتحسمت، وتعلم، انا بقولها تاني اهو، والناس تتعلم من اللي حصل في الموسم ده في حاجات كتيره، كنا بنقعد نهاجم 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 ماتش السان داونز. اه لا انا اسف، احنا هنا في هذا البرنامج صح. الناس كلها بما فيهم بعض الاهلاويه الحقيقه طلعوا قال لك وحقهم، لان يعني انا الاهلاويه من حقهم يعملوا هم عايزينه ويقولوا اللي هم عايزينه، بس في ليميت برضه عشان ولكن ده بيوصل للعيبة. اه ولكن لا ليميت، انا بشوف ان الجمهور يعمل اللي هو عايزه، وجهه نظري الجمهور صح. لا يعمل اللي هو عايزه في اطار المسانده والدعم والنقد، حتى النقد يعني النقد بنقبله بالظبط، لكن انا اقصد ان الجمهور واحنا في، انا فاكر الحلقه دي طلعوا قال لك اسطوب تطبلوا للاداره صحيح حصل حصل يا جماعه حصل. انا بقول حصل. ان المركب دلوقتي احنا فاضل لنا لسه ماتشين ولا ثلاث ماتشات، طب افرضوا طلعنا صعدنا يبقى احنا عملنا ايه في فرقتنا؟ صحيح فبقت صحيح. الناس فعلا كملها الكلام كمان صن داونز. انا اسف بس اكملك النقطه دي، مكالمه كان مكالمات التليفون بتجيلي، انت عارف انا برد على كل الناس أي. فمكالمات التليفون اللي كانت بتجيلي قبل او بعد المباراه مباشره قويه قد قويه جدا وفيها تعنيف كبير جدا للاعبين وللاداره والكذا والكذا والكذا، بعد ما الحلقه دي اتعملت الناس كانت بتقول لي ايه طب ما هو صح ما عنده حق، تعال ما قلت خلينا ننتظر وبعد نشوف نهايه المجموعات، وبعد نهايه المجموعات يا جماعه خلاص احنا خلصنا نشوف بقى نقدر نعمل ايه وننتقد ونقول وكذا وكذا. صح فضل. تكمله للكلام حضرتك، كنا هنا في صن داونز الناس كانت عماله تشيد بصن داونز وان هم برافو عليك ان هم اعظم فريق وان هم احسن فريق ساعتها صح، وان هم اللي هياخدوا البطوله وهم دلوقتي مش في النهائي، النادي الاهلي هو اللي في النهائي صحيح. وانا فاكر برضو ما هو الحاجات دي بتيجي بتحز في نفسيتي جدا والله، لما قلت ان راحه اللاعبين فرقت معاهم وانا بعتبرهم صفقات جيدة، حتى الجانب الاخر اتريقوا عليا يعني في هذا الكلام، ولكن يمكن لعيبه الكره اللي فيهم المفروض كانوا يبقوا فاهمين الكلام اللي انا بقوله لانه كلام منطقي من حد، لا وانا اسف في جزء محدش هيعرفه غير اللي مارس بالظبط كده برافو عليك لازم كنت مارست. فانا ما بقول ان اللعيب ده هيرجع مختلف فعلا لانه لما أي. يبعد واللي محافظ على الموضوع ده لغايه دلوقتي الراحه اللي خدها اللعيبه في اول السنه صحيح. فيعني في بعض الامور برضو احنا بنتكلم فيها مش بغرض ان احنا، اصل ما ينفعش ان انا اطلع اخلي حضرتك تقعد تنتقد فيا تنتقد فيا تنتقد فيا لمجرد ان انا بدافع عن حد او لا خالص، انا بعمل كده لان هذه هي الحقيقه وده اللي انا شفته، زي ما بتكلم مع حضراتكم كده في مباراه الصفاقسي نعم. احنا كنا اقسم بالله اقسم بالله احنا كنا رايحين عندنا يقين بالله ان احنا هنكسب، محدش فينا يعني واحنا قاعدين بينا بقى وبين بعض، انا بقول لحضراتكم اسرار، احنا ما كناش بننام يعني في طقم كده ما كناش بننام تقريبا، انا واحد منهم يعني مش هقول التانيين مين، لكن الطقم ده احنا بينا وبين بعض عمرنا واحنا بنتكلم ما اتكلمنا غير في حاجه واحده بس، احنا يا ترى هنكسب في الدقيقه كام؟ ما فيش مثلا الجون اللي هيخش فينا لو دخل فينا جون هنجيب اتنين، لو دخل فينا اتنين هنجيب أيوة. تلاته، هو ده الكلام اللي كان بيننا وبين بعض وكان عدد كبير من اللعيبه اللي كان بيتكلم بهذا الشكل. تمام فخلينا نروح لحاجه اخرى بقى، بيرسي تاو وحسين الشحات اعتقد يعني بيبقى ليهم دور كبير جدا خلال هذه الفتره مع النادي الاهلي زي معظم اللاعبين. الفريق كله طبعا هايل، بس تحديدا الاثنين كمان في مباراه الذهاب مع مصطفى شوبير، بيرسي تاو وحسين الشحات بيقدموا اداء ممتاز جدا جدا، يعني بيرسي تاو ارقامه ان شاء الله بيرسي تاو يكون كلمه السر واللعيبه كلها، بس تحديدا بيرسي تاو، لان دايما احنا اتكلمنا في نقطه ان التغطيه العكسيه عند يحيى عطيه الله ضعيفه،
فبيرسي تاو لما بيقطع في الحته دي لو بيلعب هاند بول كويس هو بيلعب هاند بول كويس فبيرسي تاو اكتر لاعب ساهم في اهداف. يعني لو استعرضنا الاحصائيه هنلاقي ان بيرسي تاو جاب 5 اهداف وصنع 5 اهداف، يعني اكتر لاعب مساهم في اهداف في دوري ابطال افريقيا 10 اهداف. صنع الفرص 14 فرصه لو استعرضنا بس الارقام، بيرسي تاو جاب عامل 19 فرصه، المحاولات على المرمى 19 محاوله على المرمى منهم 8 محاولات صحيحه لبيرسي تاو، المراوغات الناجحه 15 مراوغه ناجحه لبيرسي تاو، ودقه التمريرات 86.7 من 10. دي ادي قدامنا الارقام على الشاشه اهو، اكتر لاعب ساهم في اهداف في البطوله بيرسي تاو 10 اهداف. فده دي قيمه المحترف، ان انت تجيب محترف هايل بصراحه ولعيب عنده شخصيه. يمكن انا متفرج على الملعب من الملعب بصراحه، لا بيرسي تاو لعيب عنده شخصيه في الواحد على واحد، بيعرف يتحرك ما بين الخطوط بشكل كويس، بيعرف يكمل جوه منطقه الجزاء بشكل كويس برضه، هداف حتى لما بيجيب بالهيد دي بتحسب لوينج ان هو بيتحمل بيكمل جوه منطقه الجزاء جنب كهربا. اما حسين الشحات انا بشوف ان حسين الشحات دلوقتي بيعيش قمه نضجه الكروي. حسين الشحات صح. بيعيش، انت وصلت لسن خلاص انت بتعيش قمه النضج الكروي بتاعك، احسن جناح في داخل مصر حاليا، شعره حلو لاعب اساسي 7 ماتشات بديل مرتين، جايب ساب 4 اهداف وصنع 3، يعني مساهم في كام؟ في 7، 4 تجوان و3 اسيست. صناعه الفرص 7، المراوغات الناجحه 17، المحاولات على المرمى 17 منهم 8 صح، وفاز بالتحامات ثنائيه 30. حسين الشحات لعيب كبير، يعني هو ليه ضربتين جزاء في مباراه الوداد مثلا اللي فاتت دي، يعني ليه لا غير ان هو عمل 2 اسيست، واحد لكهربا وواحد لبيرسي تاو. فحسين الشحات عمل جبهه كويسه جدا على ايوب العملود. صحيح. مملكه سيمبا كريم، انا لسه قايل خبر من يلا كوره انه مصدر اتقال ان هو بيقول انه مملكه سيمبا على عنده تعاقد مع الاتحاد الافريقي حتى ابريل 2024. طبعا هو زميلنا محمد سعيد طبعا عنده مصادر كتيره في افريقيا، واكد لي الخبر النهارده ان الكاف بالاتفاق مع الفيفا استحدثوا نظام جديد للتعامل مع الحكام. بالظبط، انا لسه كنت هقول لك اشرح يعني ايه تعاقد. طب بالظبط، هم طبعا كلنا عارفين ان الكاف طول عمره لما بيختار حكم لمباراه افريقيه بيعمل ايه؟ بيديله كاش ماني اللي هو تمن ادارته للمباراه، وبيتحمل التكاليف السفر والفندق وما لا، ده كان اسلوب التعامل كل حاجه. الكاف بالاتفاق مع الفيفا غيروا النظام ده، قالوا لا النظام ده قديم وخلاص ما بقاش ينفع كده، احنا دلوقتي مؤسسات كبيره يجب ان نبرم تعاقدات زي موظف. يعني انت بتشتغل، انت عندك عقد معايا، العقد ده مدته سنه، كل مثلا شهر بيخش لك دخل في مرتب، بغض النظر لعبت او ما لعبت، تلعب بقى يتم بقى اسناد ليك ماتش ماتشين 3 حسب الظروف، انت في الاخر تحت ادارتي، وبالتالي انا بديك المهام حسب العقد الموكل ما بيني. وبالتالي من وجهه نظر المصدر طبعا الاقاويل بتاعه ان بابلاك سيما هيعتزل بعد المباراه طلعت من المغرب، وطلعت من الصحافه المغربيه، وطلعت من مصادر برضه، وفعلا ما حدش نفاها. هو قال بيقول يا جماعه ازاي النهارده حكم هيعتزل، دي وجهه نظر، انا بقول وجهه نظر مش وجهه نظر انا خالص، ازاي يا جماعه حد هيعتزل وهو لسه مبرم تعاقد معانا في ابريل، هينتهي في ابريل 2024. وقال بصراحه نقطه انا شايفها امانه منطقيه، قال طيب سن الاعتزال لحكم كره القدم 45 سنه. صحيح. وبملك هو من مواليد ديسمبر سنه 80، وبالتالي هو حاليا عنده 42 سنه وشوية. ليه اعتزل قبلها بثلاث سنين؟ ليه اعتزل ثلاث سنين اقل من 2.5 سنين وعنده قابليه قدره ان هو يدخل لنفسه دخل كبير جدا بعد ما ابرم العقد؟ لان العقد طبعا احنا بنتكلم اذا افترضنا، يعني بقول اذا افترضنا ان شهريا الحكم هيقبض ما يقرب من 20,000 دولار، يعني بنتكلم في السنه الواحده 240,000 دولار. وفي طبعا وفي احد الحكام المصريين برضه يعني ابرم هذا التعاقد. ليه؟ مش عايز تقول مين يعني؟ نعم، الكابتن امين عمر. امين عمر ليه هو هيحرم نفسه؟ عرفنا هو بياخد 20,000 يعني. وقت ما بيتطور اي حكم بيتطور وبيحافظ، خليني اقول جمله بعد فضقه، يعني اي حكم دلوقتي لازم يعرف ان الفيفا والكاف بداوا ينظروا للموضوع بنظره تعاقديه. وبالتالي النهارده اهو انا هستعير الكلمه اللي قالها الكابتن سمير عثمان اللي انا بكن له بصراحه كل الاحترام وكل التقدير على شخصه. بجد والله فعلا
اخدم نفسك، اخدم نفسك، ما تخدمش حد تاني، اخدم نفسك النهارده عشان تاخد ال 20000 دولار مبلغ اعتقد يعني في سنه واحده، سنه واحده مبلغ ربما يكون حد بيعمله طول عمره. لا لا في الشهر، لا لا ما ايوه انا بتكلم على الدخل، الدخل السنوي دلوقتي، الدخل ايه اكتر كمان، الدخل السنوي هيبقى مبلغ، مبلغ وقدره. فالنهارده التحكيم الفيفا بقى بيقدروا، والكاف بقى خدوا الموضوع لنقطه احترافيه تانيه خالص. فبالتالي انا بشوف هو قال يعني ليه الراجل يستقيل قبل او يعني يبتعد، يعني واحد بيخش له 250000 دولار في السنه قبلها بسنتين يعني. اوكي بس تاني تاني برضو انا ما زلت بقول ان طبعا اسناد المباراه وده اللي اتقال رسمي، انت هو تكريم لبملاك عشان هو تم استبعاده من كاس العالم، وكل الناس يعني فئه الحكام في افريقيا كانوا شايفين ان بملاك كان يستحق ان هو يتم دعوته للمونديال. هم بيحبوا على فكره، هو محبوب جدا ما بين فئه الحكام في افريقيا يعني، ومقدر للغايه. فانا بقول في الاخر احنا في مباراه، بس حته انك تقول تكريم وبتاع، احنا نتمنى ان الـ يبقى فير، ادي الوداد حقه بالظبط كده والدين حق، احنا لا نطلب المزيد. واخيرا بعيد برضو كلمه النقطه اللي احنا بنقولها للحكام المصريين النهارده، يا جماعه موضوع التحكيم بتاعكم بقى مختلف، فربنا يوفقكم واشتغل نفسكم وكبروا اساميكم. مبلغ لطيف. هناخد التشكيلات والحاجات دي، ولكن خلينا لما نقوم على الشاشة خلينا نطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل نرجع نكمل مع حضراتكم على شاشة البيت الكبير. أهلا وسهلا بحضراتكم مرة أخرى أعزائي المشاهدين. أرقام الوداد يا دكتور أحمد خلينا نبدأ بيها على ملعبه ولا بشكل عام؟ على ملعبه اتفضل. احنا هنستعرض الاول ارقام الوداد في محمد الخامس في كل المباريات اللي لعبها في دوري ابطال افريقيا، ونحاول في دوري ابطال افريقيا ونحاول نستنتج منها بعض الحاجات. هم لعبوا خمس مباريات بدايه من دور المجموعات. نبدا الاول مثلا بمباراه سان داونز، احرزوا هدف. مباراه سيمبا ما جابوش. مباراه شباب القبائل 3، فيتا كلوب جون، بيترو اتليكو الانجولي جون. معدل التهديف يعني تعتبر كل الماتشات جون او ما عدا مباراه شباب القبائل هي اللي بقت 3. لاستقبال الاهداف الوداد ما استقبلش ولا هدف على ملعبه خالص، فدي حاجه برضو ان شاء الله النادي الاهلي يكسر الرقم ده، يكون اول نادي يقدر يسجل هدف في محمد الخامس. ايوه نسبه الاستحواذ بتاعت الوداد طبعا في الماتشين الاهم اللي يهمنا اكتر سان داونز وسيمبا، تحديدا سان داونز عشان المدرب الجديد فاندن بروك ما كان معاهم، لكن قبل كده كان جريدو. الاستحواذ 52 في مباراه سان داونز، سيمبا 65، 64، 72 قدام فيتا، 45 قدام. بس هو طبعا في الاعتبار ان سان داونز بالدقيقه 34 في ماتش كان بيلعب مضروب من واحد. صح. التمريرات الصحيحه كريم كمان 328، 335 فين؟ في المباريات اللي هي الاخيره، لكن قبل كده كانوا بيعملوا فوق ال 500 تمريره. ده دليل على ايه؟ دليل ان هم بيسيبوا الاستحواذ، ده طريقه اللعب. دليل ان هم بيسيبوا، والمنافسين بقوا اقوى، والمنافسين بقوا اقوى، بيسيبوا الاستحواذ، بيعتمدوا على التمريرات الطوليه اكتر. المحاولات 11، 12، 13، 25، 5. اخر ماتشين برضو المحاولات مش كتير قوي. 25 ده فيتا كلاب، فيتا كلوب افضل ده في دور المجموعات، لكن في المباريات دي 11 12. تعالى للمحاولات الصحيحه، اكتر ماتش مثلا كان شباب القبائل 6، لكن انت بتتكلم ان 2 و3 برضو المحاولات الصحيحه مش كتير، وده رقم سلبي، وده رقم سلبي لان رقم سان داونز كان سان داونز بيلعب 10 لعيبه لمده تزيد عن 60 دقيقه. صحيح. ده دليل ان هم نوعا ما مفيش شراسه هجوميه كبيره، او مفيش تركيز او دقه في انهاء الهجمه، او حذرين زياده عن اللزوم، لان فاندر بروك ده اسلوبه، طريقه لعب فاندر بروك مختلفه. واقعي. الضربات الركنية 7 6 برضو، ده الضربات الركنية دي أهم حاجة عندهم في مباراة، أخطر حاجة علينا في مباراة الإياب هي الضربات الركنية والضربات الثابتة على ملعب. صح. تعال نبص على تشكيل الوداد بقى، نكشف الأوراق المدرب فاندن بروك إيه التركة اللي لعب عليها في مباراة الذهاب وإيه اللي حصل. هو في مباراة الذهاب في القاهرة هنا لعبة كابتن طارق العشري في حرس الحدود من 10، والله ما بهزر. صح. اللي هي الطويلة لأحمد عبد الغني، ينزل لأحمد عيد أو ينزل الكرة الثانية والدفاع. بس هو تحديدا بقى في مباراة الذهاب عمل تريك علينا شوية في المباراة، إن هو عمل إيه؟ رضا الجعدي اللي هو أصلا لعيب ارتكاز، وظفه جناح في الماتش ده عشان يوقف علي معلول. ده كان السر اللي عمله في المباراه دي. يعني هو بدا بيوسف المطيع، امين فرحان وارسن زولا اثنين مساكين. امين فرحان هو المدافع الاساسي اصلا ورجع من الاصابه وبدا بيه. ايوب العملود، وده واحد من اهم المفاتيح، اخطر لعيب عندهم الباك اليمين بتاعهم ايوب العملود، وهو مفتاح اللعب كله. يحيى عطيه الله عنده مشاكل في الدفاع وقدرنا ان احنا نستغلها في مباراه الذهاب. الاثنين الارتكاز يحيى جبران وجلال الدودي. بدا بايمن الحسوني، ده كان صانع العاب، هو اللي كان ماسك بيعمل مان على مين؟ على مروان عطيه طول الماتش. رضا الجعدي كان عامل مان طول الماتش على علي معلول. زهير المترجي كان بيرجع بيحاول يرجع يساند مع يحيى الله وجلال الدودي ناحيه الشمال، وقدام المهاجم بولي سامبو.
تعال بص الطريقه كانت عامله ازاي، كمل وقفتهم في الملعب. ده اماكن التمركز بتوضح لك برضو ان هي ادي الحسوني تحت سامبو، ادي رقم 10 وادي رقم 20 اللي هو ايمن الحسوني وسامبو، وادي الارتكاز ادي ال 4 2 3 1. هات اللي بعده هتلاقي برضو الحالات بقى بتوضح لك الفكره او التركه اللي عملها المدرب فاندن بروك قدام النادي الاهلي. هات اول صوره هتلاقي طريقه اللعب ازاي 4 2 3 1 وتوظيفه، ادي الاثنين في وسط الملعب اهم، وادي الحسوني رايح مع مين؟ مع مروان عطيه في وسط الملعب بالظبط. جلال الداودي رضا الجعدي ده او رضا الجعدي رايح مع مين؟ مع علي معلول اهو اول ما يستلم. مين اللي واقف هناك؟ ده زهير المترجي. هو اصلا طريقه لعبه كانت 4 1 4 1، لكن هو فاجئنا نوعا ما هنا ان هو لعب بال 4 2 3 1، ولكن انا بشوف ان كولر تعامل بمنتهى الامتياز مع الفكره دي، سواء بالضغط سواء بكذا فكره. بس طبعا ما ينفعش ان احنا نتكلم على فكر كولر، احنا بنتكلم على الوداد بس. فطبعا 4 2 3 1 قدر كولر ان هو يتعامل معاه برضه بطريقه ذكيه، ولكن احنا بنوضح الفكره بتاعه فاندن بروك. قلب الصور، هات الصوره اللي بعدها نفس الشكل. هنا مين اللي راح مع مروان عطيه؟ ايمن الحسوني. الوداد مستو الملحوظه قوي الالتحامات، القوه البدنيه، هم كانوا افضل مننا في المباراه دي في حاجه واحده بس، الالتحامات. تمام. طيب قبل ما تروح بقى للحالات الفنيه التكتيكيه، انا بس عايزين ممكن بس نجيب الصوره بتاعه التشكيل اللي جبناها في الاول عشان بس عايز اقول حاجه على ماتش العوده. طبعا كابتن اسلام، اللي احنا شفناه من الوداد في ماتش الذهاب في وجهه نظر شخصيه مش هنشوفه في بدايه ماتش الاياب على الاقل اول ثلث ساعه. وخلينا نتفق على حاجه، فاندنبرج بكل امانه هم لازم يدوا جايزه، لان الراجل ده انقذ لهم الموسم الافريقي. الفريق ده لو كان بيكمل معاه جريده من بعد ماتش سيمبا بالارقام اللي استعرضها ثابت من شويه، كان صعب للغايه، بالامانه كان هيبقى مستحيل ان هم يعدوا سان داونز، مستحيل. لكن فاندنبرج فعلا مدير فني شاطر ان هو وقفهم دفاعيا كويس، هجوميا هو عارف ان الفريق عنده مشاكل. واحد من المشاكل اللي عند نادي الوداد وبالغ جدا جدا انه محدد ومؤيد قوي زهير المترجي. زهير لما نبص على دوره مع وليد الرجراجي معانا السنه اللي فاتت ودوره السنه دي مع فاندنبرج، هنلاقي لا في تحفظ دفاعي بشكل كبير جدا، وما عندوش الحريه انه يلعب في عمق الملعب زي ما كان بيلعب مع وليد السنه اللي فاتت. وعشان كده زهير لما تم تبديله في المباراه راح ماسك ازازه الميه وراح خابط الكرسي في في المشهد اللي احنا شفناه. انا بشوف ان الراجل في ماتش الاياب عارف ان في فجوه فنيه ما بين لعيبه الوداد ولعيبه النادي الاهلي داخل الملعب، سواء بدنيا او فنيا او تكتيكيا، وبالتالي الراجل ده في ماتش العوده هيلعب بضغط عالي وهيهاجم من اول دقيقه عشان حاجتين ما يروحوش منه. واحد، المخزون البدني بتاع فرقته يضيع في الهجوم وما يضيعش في الدفاع. قدامنا المخزون البدني راح كله في الدفاع في الشوط الاول، والشوط الثاني حتى هدف الوداد ما جاش من هجمه منظمه، جه من استغلال لميس باس حصل من علي معلول في منتصف في اخر المباراه. وبالتالي هو عارف ان هو عايز يجيب هدف واحد، بعد الهدف ده ما هيجي انا هبدا استغل الاجواء بتاعت الملعب، وان انا وصلت للهدف بتاعي ان انا احرم النادي الاهلي من لعب كوره او من ان هو يلعب اللعب المعتاد بتاعه. وبالتالي انا بشوف احنا قدام سؤال محتاجين نجاوب عليه. قدام اسلوب اللعب المتوقع لفاندنبروك، هل احنا هنبدا بضغط عالي برضه ولا هنلعب بزون ديفنس؟ لكن هو السؤال بتاعه متجاوب عليه، ان هو ما عندوش اوبشن بي. متاكد؟ طبعا، اصل هو ما عملش كده قدام السان داونز، خلي بالك. صح، بس هو كان رايح سان داونز، خلي بالك هو طريقه لعبه بالارقام اللي احنا شفناها من بدايه الحلقه، نعم، اللي هي الارقام الوداد على ملعبه كلها بتقول انه حتى على ملعبه بيلعب بنفس الشكل لغايه دلوقتي. هو ما لعبش غير ثلاث مباريات، صح؟ هو ده المباراه الجايه دي الرابعه، اللي جايه الرابعه سان داونز، اتنين بتوع الاهلي، اتنين سان داونز، هم لعبوا الاهلي هنا، الثلاثه اتلعبوا بنفس الطريقه، نعم، وهو بيلعب 10 سان داونز بيلعب 10. خلي بالك النتيجه يا كابتن اسلام فرق من صح، كلامك صح، بس النقطه مهمه، هو الماتش الاول قدام سان داونز هو مش عايز يخسر على ارضه، ورغم تقصد ان اختلف، ايوه، ورغم هو مسك جدا محاولات اهو، رغم ان سان داونز بيلعب ب 10 لعيبه هو ما هاجمش، صح، مش عايز يخاطر فيتوريا في محافظ على الريتم، دخل الجون الاول يهاجم، دخل الجون الثاني يهاجم، هو بيلعب على حسب رياكشن، الرياكشن، وبالتالي هو دلوقتي مطلوب منه رياكشن، هو مش هيلعب عمره مستحيل، انه تقصد ان هو من اول ثلث ساعه طبعا، لان هو عارف ان لعيبته، ما خلينا برضه نتكلم بصراحه، النهارده لعيبه الوداد التشكيل الحالي في كذا لعيب معدي 30 سنه، الفريق برضه بيكبر، وهو نفس المجموعه اللي كسبت
السنه اللي فاتت، وبالتالي هو عايز يعتمد على خبراته وعايز يستغل المخزون البدني في اول الماتش. لو احنا، انا في وجهه نظري كل ما الوقت بيعدي هو بيخسر حاجتين، بيلعب ضد الوقت وبيخسر من المخزون البدني اللي هو والقلق. نعم والقلق طبعا طبعا, طبعا. بس هو الفكره في حته النادي الاهلي يقدر يلعب كتير، لكن الوداد انا في وجهه نظري هيبقى الشوط الحسم له الشوط الاول هو بس. ان شاء الله احنا نقدر باذن واحد احد، باذن واحد احد لو نقدر نسجل هدف الشوط الاول، انا بعتقد ان احنا هنا بنقضي على امال الوداد تماما في المباراه. طبعا تعالى نكمل برضو نفس الحالات هنا. بص اهو دي ايمن الحسوني رايح مع مين؟ مع مروان عطيه. مين اللي واخد منعم؟ صامبو. مين اللي رايح على معلول؟ رضا الجعدي. وهنا ايمن الحسوني. بس تفتكر يا احمد ان هو هيبدا برضا الجعدي هناك؟ نو واي. هو هيبدا لا احنا جايبين بقى الطريقه الثانيه، هنشرح الطريقه الثانيه اللي هي المتوقعه. خلص اوكي. يعني دي التركه اللي هو عملها هنا في مباراه الذهاب. نكمل برضو هنا الضغط على علي معلول، دايما هو عمل جيم بدني رهيب على علي معلول اهو زي ما شايفين. نكمل برضو بكمل الصور نفس الشكل. هنا الضغط بتاع النادي الاهلي المميز اللي كان، ده كان نقطه القوة بتاعت النادي الاهلي بصراحة الشوط الاول. النادي الاهلي ضغط ضغط ممتاز وسرعة تحول، يعني دي الكرة اللي هي جت بعد كده ضربة جزاء جت لحسين الشحات وضربة جزاء. كمل. وفي كرة جت لكهربا في الاول بتاعت حسين الشحات اللي هي ضربة الجزاء. كملها اهي، دي كانت واحدة من ضربة الجزاء اللي هي ضربة الجزاء الثانية مش الأولى. كمل برضو هنا بقى اللي حضرتك كنت بتتكلم فيه، طريقة اللعب الثانية. إيه التشكيل المتوقع للوداد في مباراة يوم الأحد؟ إيه اللي ممكن يغيره؟ يعني إحنا اتكلمنا على التركة بتاعت مباراة الذهاب، تعالى بقى ايه التشكيل الاقرب ليهم في مباراه يوم الاحد؟ ايه اللي ممكن يغيره؟ اللي هو ممكن يغيره ان هو هيرجع لطريقه لعبه اللي هي 4-1-4-1 بوجود يوسف المطيع في حراسه المرمى، امين فرحان وارسن زولا، يحيى عطيه الله باك ليفت، وايوب العملود، دول مش هيغير فيهم حاجه، اللي هم الاربعه اللي ورا. ويحيى جبران. ويحيى جبران طبعا قدامهم كارتكاز مش هيغير فيهم حاجه. الاثنين المساندين هو دول اللي ممكن ايه هيتغير، يعني رضا الجعدي هيبقى ثابت هو الاساسي بتاعه. رضا الجعدي لعيب كويس جدا وبيكمل. ايمن الحسوني عشان عمليه الضغط على مروان عطيه. الاثنين الاطراف بقى هيبدا يهاجم، هينزل زي ما نهى الشوط الثاني. هيبدا بأوناجم وسيف الدين بهرة او المترجي. ظهير المترجي عنده اصابه في الكاحل، نسبه لحقه بالمباراه ممكن 60-70%، بس عندهم سيف الدين بهرة اللي هو نزل سجل الجون، ده لعيب كويس وبرده اكتشاف في المغرب وعنده سرعات، فهو سيف الدين بهرة او ظهير المترجي وبولي سامبو قدام راس حربه. ده تشكيل الوداد الاقرب يوم الحد بطريقه لعب 4-1-4-1. كمل هنا، ده اللي لعب بيه الشوط الثاني، يعني اللي لعب بيه في اخر 10 دقائق بالظبط، ان هو نزل اوناجم في المساحه اللي ورا معلول، نزل سيف الدين بهرة بعد زهير المترجي. هات الحاله اللي بعدها هتبص تلاقي الشكل اهو ايه اللي حصل من الدقيقه 82. نبص على الوقت فوق الدقيقه 82، الشكل بقى ايه؟ 4-1-4-1، 3 في وسط الملعب، هنا الجعدي ويحيى جبران الثلاثه اللي في وسط الملعب، ومحمد اوناجم وسيف الدين بهرة على الاطراف. ممكن بنسبه كبيره يبدا كده في مباراه العوده يوم الاحد. هات الصوره اللي بعدها هتلاقي دي وقفتهم لما نزلوا. شوف الطريقه كانت في الاول 4-2-3-1، دلوقتي اتحولت ل 4-1-4-1 بوجود اثنين على الاطراف بقى زايدين، اللي هو محمد اوناج من ناحيه اليمين وسيف الدين بهرة ناحيه الشمال، وقدام صامبو. صامبو ده مهاجم قوي جدا في الالتحامات. لا وصامبو كمان في رقم مهم جدا جدا عايزين نقوله، رقم سلبي لينا وايجابي ليهم. هم في الكرات العاليه نادي الوداد خد تقريبا معظم الكرات العاليه معانا، يعني بقول لك الالتحامات هم تفوقوا علينا في الالتحامات، واعتقد ده بسبب صامبو. صامبو يعني صامبو، احنا عايزين نقول ان الكرات العاليه هم خدوا 17 كوره احنا خدنا 12، وده يوضح قد ايه فعلا هم زي ما حضرتك منهم واحده اللي شالها شوبير. لا وكمان الهجمه، اول هجمه للوداد نشوف الارتقاء بتاع صامبو، وان هو الكوره دي طالعه معاه اتنين في الهواء ينزلها لزميل وقاصد. لا ودي اتعملت في الثاني مره، اعتقد اتعمل فينا في سان داونز برضو. في سان داونز من الهدفين ماتش 2-2، هنا في هدف منهم جه كده. انت بتطلع ومش مركز مع اللي تحت، انت مركز مع اللي بينط معاك. وصامبو بصراحه في الكرات العاليه مميز للغايه، وعنده دقه شديده في توجيه الكوره لزميل، فلازم ناخد بالنا. بس ياسر ابراهيم عمل معايا ماتش حلو قوي طبعا. طبعا لا خلاف. بس احنا برضه حلواتي بنتكلم في حاجه رقميه كتوتال. لا هو برضه خلي بالك، ما هو مش طبيعي، او مش من الطبيعي انه يفضل الستوبرز بتوعنا يكسبوا كل كوره يا جماعه. لا والوداد برضه، الوداد طبعا فريق كبير وعنده ولاعيبه كويسه، فريق كبير ومعمول كبير
فاحنا بس عايزين نخلي بالنا ان فعلا الكرات طيب. الطوليه والكرات العاليه هيبقى طيب. سلاح الوداد اللي اعتقد شهوب ما هيلعبوا كرات. اخد رايكم انتوا الاثنين في روشته الفوز بالنسبه للنادي الاهلي سريعا نعم. جدا وتشكيل النادي الاهلي من وجهه نظرك يا احمد وكريم. اول حاجه لازم نقسم المباراه بشكل كويس جدا، بشوف ان انت لازم تقسيم المباراه تقسيم المباراه مهم جدا، اول ربع ساعه تحديدا مهم ان انت تبدا بضغط عالي، بشوف كده من وجهه نظر عشان تمتص الحماس الجماهيري. تبدا بضغط عالي انا بشوف ان لازم تضغط وتحاول تجيب جون، لازم خطتك تتبنى ان انت تجيب جون، لان انت لا قدر الله دخل فيك جون النتيجه تبقى 2، العب على ان انت تجيب جون عشان لو النتيجه بقت 2-1 مثلا تروح لركلات الترجيح يعني. فانت لازم دي خطتك تكون ان انت تحاول تخطف جون زي ما عملنا مع الرجاء السنه اللي فاتت لما محمد عبد المنعم جاب الجون الضربه الثابته من ضربه ركنيه، قدرت ان انت خلاص انت خلصت الماتش. الحاجه الثانيه استغلال الفرص، مهم جدا تستغل الفرص، مهم جدا يكون في روح، لازم اللعيبه والجهاز طبعا الفني كل اللعيبه تعمل اللي عليها، اعمل اللي عليك والتوفيق ده بتاع ربنا. يعني مباراه 2006 اللي احنا جايبينها دي، ما الكره دي كانت ممكن ده في اخر ثانيه كانت ممكن ما تجيش، بس ده توفيق ربنا ليه. لا ولو ما جاتش ما حدش هيقول لك انت، الناس كانت هتطلع تسقف لنا وتقول صح. برافو ليه؟ ده جمهور الاهلي، لان انتوا عملتوا اللي عليكم بالظبط. مهم ان انت تعمل اللي عليك والتوفيق ده في الاخر بيجي لك بتاع ربنا، فده صحيح. ده المطلوب من اللعيبه. الحاجه اللي بعد كده ما تحطش في دماغك الجمهور او التيفو اللي هم بيعملوه في الاول، الحاجات دي مش كوره، الحاجات دي مش بتكسب في الكوره يعني. انا لو لعيب هنزل اتفرج واتبسط، هبقى مبسوط ان انا بشوف حاجه لطيفه زي يعني التيفو جميلة. ما بيلعبش يا كابتن اسلام. لا برافو عليك، ما هو ده انا بقول لك. انا لو لعيب، وعلى فكره احنا عندنا لعيبه لعبوا 5-6 نهائيات او اكتر كمان، فعارفين كويس قوي، هنزل بالعكس هنزل ابص كده واتبسط واعمل للناس كده برافو وبتاع، واخد لي صورتين معاهم، واخد لي صورتين وكل حاجه صح. لكن خلاص ده زي ما انت بتقول التيفو ما بيلعبش. الحذر كل الحذر من الضربات الركنيه. انا معايا صورتين بس ارجع واكد تاني على الضربات الركنيه، لو نجيبهم مهم جدا 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 الضربات الركنيه يا جماعه، لازم نقلل الضربات الثابته اللي حوالين منطقه الجزاء. لو فاول ملوش لازمه مش لازم يتعمل، اعمل الفاول بعيد في وسط الملعب، ما عملش الفاول حوالين منطقه الجزاء. اوكي، عوده محمد الشناوي طبعا مصطفى شوبير اكتشاف ويعني ان شاء الله موهبه صاعده بقوه، بس اعتقد ان عوده محمد الشناوي هتدينا ثقه رهيبه خاصه في مباراه العوده، والشناوي قائد ليدر. فانا هخش على لو جبنا بس الضربات الركنيه سريعا، الصورتين بتوع الضربات الركنيه، التشكيل الافضل من وجهه نظر النادي الاهلي اعتقد ان الشناوي عودته هتفرق كتير، خاصه بنتكلم في ضربات ثابته، بنتكلم في عرضيات هناك هتبقى دي سر قوتهم. الاثنين المساكين ياسر ابراهيم ومحمد عبد المنعم، محمد هاني وعلي معلول، بشوف الثلاثه اللي في وسط الملعب اعتقد نفس التشكيله يعني ديانج حمدي فتحي مروان عطيه وديانج وحمدي فتحي، لو واحد فيهم مثلا ممكن عمرو السوليه جاهز برضه يعني انا بشوف، بس ما اقدرش استغنى عن الثلاثه اللي في وسط الملعب ماشيين بشكل كويس بصراحه وشكل هايل. الثلاثه اللي قدام بيرسي تاو وحسين الشحات وكهربا. يلا كريم اتفضل. ده نفس التشكيل طبعا مع دخول اكيد محمد الشناوي، لا خلاف ان التشكيل، واعتقد كولر واخد القرار ده ان مفيش تغيير في التشكيل، هو بس مع دخول محمد الشناوي بدل مصطفى شوبير. انا بس الفكره ان انا بشوف ممكن اكون عكس ثابت شويه في حته بالبدايه، ان الضغط العالي من البدايه دي مش ممكن تبقى ريسكي شويه، ممكن احط 10 دقايق مثلا، 5 دقايق 10 دقايق ان انا امتص ده مش انا معاك انا معاك جدا جدا، فكره ان انا رايح اجيب جون انا معاك في دي، انا متفق، بس هي الفكره في حته ايه، هو هيبدا هو ما عندوش حل تاني، هو ما عندوش حل تاني. انا لحد ما ممكن احسبها شويه، ممكن ما يبداش. لا مستحيل. طب هقول لك ليه. ليه مستحيل؟ مباراه سان داونز اللي هي هتاخد حلقه جديده عشان نقعد نعمل. طب استنى ثانيه، مباراه سان داونز اللي هي الاياب العوده لما دخل فيهم جون فاندن بروك عمل ايه؟ فضل واقف ورا ما هاجمش في 2-1 في 2-1 وفي 1-0 لا وهو خسران. لا ما هاجمش، فضل واقف ورا. لا هو وقف شويه وبعد كده عمل التغييره الاولانيه في 2-1 2-1 التغييره اللي غيرت الجونين ايه؟ الجونين ضربات ثابته. ضربات ثابته؟ لا ضربات ثابته، واحد كان طالع واحد واحد جابها في مرمى يعني اللي جاب الجون في نفسه ده يعني عم كملها يعني الكوره نازله كده الكوره نازله كده وانا جاي كده حطها كده ولا طلعها كده. هو بس الاكيد ان موضوع تقسيم الماتش ربع بعد ال 15 دقيقه هعمل كذا، ده مهم، والتغييرات صحيح مهم قوي، ربما نبقى مختلفين بس على توقيت التغييرات في ماتش الذهاب، وان شاء الله باذن الله طبعا اللي ربنا رايده هو اللي هيكون ان شاء الله. يا رب كل التوفيق للنادي الاهلي. انا بشكرك جدا يا احمد على وجودك معانا. شكرا وبالتوفيق للنادي الاهلي ان شاء الله. شكرا جزيلا يا كريم على وجودك معانا. وكان يعني النهارده كريم برضو قال لنا واحمد قال لنا على امور كثيره جدا تخص ان شاء الله ربنا يكرمنا. وزي ما قلت لحضراتكم الدعم والمسانده واجبه، الدعم والمسانده ستظل دائما او سنظل في قناه النادي الاهلي وفي هذا البرنامج تحديدا ندعم ونساند
هذا الفريق الذي يستحق الحقيقة كل التحية على ما فعلوه خلال الفترة السابقة، ويستحق أكثر وأكثر إن شاء الله بعد إن شاء الله ما يجتهدوا ويقدروا يكسبوا هذه البطولة. عموما إن شاء الله هنكمل مع حضراتكم هذه المساندة وهذا الدعم خلال الأيام القادمة، وإن شاء الله دايما جمهور على فعل المستحيل أو يخلي اللعيبة تعمل المستحيل من خلال جمهور النادي الأهلي. أنا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، إن شاء الله ألتقي مع حضراتكم بكرة وحلقة جديدة من البيت الكبير.